بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من لعبة كابتن ماجد فريق الأحلام. وعدنا إليكم من جديد بعد انقطاع طويل، معكم من مصطفى من قناة ذا تشوزن. إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وبخير. ننتقل للأحداث الجديدة في لعبة كابتن ماجد، وعندنا هنا الحدث الرئيسي وهو إيفنت النقاط بعنوان انطلاقة العهد الآسيوي الجديد. طبعا في عندنا 6 لاعبين بدعموا الإيفنت في نقاط قوية، منهم اللاعب شينجو آوي واللاعب العويران واللاعب شانا كونزوات. ونشوف اللاعبين الرئيسيين في الحدث. راح يكون عندنا النسخة الرئيسية في الحدث وهو اللاعب نيتا، تحصلوا عليه من ايفنت النقاط. راح يكون عندنا النسخة الخضراء والنسخة الحمراء، طبعا النسخة الخضراء هي الأضعف والنسخة الحمراء هي الأقوى. راح يكون طبعا عندنا فترة تعزيز في الأوقات التالية، خلينا نشوف شو هي. زي ما انتم شايفين هاي الايام اللي هي فترة التعزيز بتكون فيها 100%. طبعا الحدث راح يستمر عنا لـ21/3. خلينا نشوف اللاعبين اللي موجودين عنا في الايفنت واللي بدعموا الايفنت بـ50 نقطة. عنا اول اشي هون اللاعب شينجو آوي، وهو اللاعب غريب باللغة العربية او باللعبة كما شفناه بالافلام الكرتون. طبعا لاعب غريب بنضم الهم في الجزء الثالث من كابتن ماجد. طبعا هذه هي النسخة الموجودة عنا، اعتقد انه برأيي انها نسخة سيئة جدا، والمفروض كان ينزل لاعب غير اللاعب غريب مثل اللاعب اكاي او عمر، لانه قبل فترة كان اللاعب غريب اضافوا الي هيدن سكيل من لاعب غريب تبع المنتخب شينجو آوي. واعتقد كمان التيم سكيل عنده سيء جدا، انه لاعبون نوع خفيف من اليابان بزيد 13% اللي هم الهجوم والحارس. طبعا بيقدر يستفيد منه اللي ما عنده حارس ياباني قوي، بيقدر يستفيد من غريب في هاي الاشياء. وعندنا هنا الباسيف سكيل عنه مسافة 100%، عند نجاح التمريرة او 1 و2. نروح للاعب الثاني وهو اللاعب العويران، هو هاي نسخة العويران الموجودة معنا. 19,000 بالهجوم، 16,000 بالدفاع، و 15,000 في القوة البدنية. طبعا لاعب لا بأس به. عندنا كمان الباسيف سكيل عنه التيم سكيل 13% غير نوع اليابان النوع الشديد، وبزيد الهجوم والحارس 13%. وعنده الباسيف سكيل مسافة 150%، عنده نجاح تمريرة او 1 و2. طبعا عنده حركة اللي هي الون تو، طبعا ما في إلها شروط معينة، بعملها مع اللاعبين اللي موجودين معهم. والنسخة الأفضل فيهم هو شانا كونسوات، لاعب معنا راح يكون قوي جدا. راح يكون عندنا بـ22,000 نقاط بالهجوم، و9,000 بالدفاع، و16,000 بالقوة البدنية. لاعب يعني نوعا رائع نوعا ما في المراوغة، ويزيد من نوع غير اليابانيين. عندنا هنا التيم سكيل انه عنده 13% بزيد النوع الماهر من غير اليابانيين، وهو اللون الاخضر طبعا. وعندنا الباسيف سكيل عنده تحسين النطاق، عندنا نجاح تمريرة او 1 او 2، تقريبا نفس الشيء. يعني هذا اللاعب قوي نوعا ما، واللي عنده تشكيلة أوروبية بيقدر يستفيد منه. في كمان لاعب نازل عنا وهو اللاعب حسن اللي بيزيد النقاط بـ25%.
طبعا لا بحسن بعد التطوير راح يكونوا قويين جدا جدا في الايفنت بعد التطوير. ها هو اللاعب حسن 8000 و11000 10000. طبعا هو لاعب من نوع الاس ار اس اس ار وما بتطور لليو ار، يعني تحتاجوه في الحدث لانه بزيد النقاط 25%. ومعانا كمان لاعبين، اعتقد انه لاعب فالكون اعتقد انه هاي اللاعب فالكون بيزيد معنا في النقاط الحدث. طبعا في معلومة عندي انه راح يكون في عنا انتقال مجاني من تاريخ 11/3، يعني بكرة راح يكون عنا انتقال مجاني اعتقد لفترة معينة كمان من لاعبين اليابان. طيب نروح كمان لجوائز الايفنت اللي معنا، طبعا في تعديل عليها صارت. طبعا مكافآت التصنيف هاي هي راح تكون في عنا كمان الخطة الذهبية موجودة في المركز رقم 1000. هاي هي الخطة الذهبية تزيد لاعبون آسيا الهجوم 10%. وإن النوع كمان هذا بزيد اللاعبون الأسويين 7%. وعندنا كمان اللي هو انتقال الحدث الأقصى للبطاقة بتكون 25% نوع الشديد و 25% النوع الخفيف. طبعا كل ما نزلنا كانت كانت النسبة بالعكس. يعني نروح للمكافآت، هاي المكافآت اللي معنا 70000. طبعا زادوا عنا اللي هم بزيدوا المعزز 100% و50%. طبعا عنا هون في 150000 راح تكون عنا هون بطاقة SSR مضمون للي بوصل هاي النقاط. عنا هون تصنيف النادي، هاي هي الجوائز الموجودة معنا. طبعا لقدام ان شاء الله النادي بصير اقوى واقوى. وهي تصنيف النادي معنا. هاي كانت جوائز للحدث طبعا، وهاي راح تكون حلقتنا لليوم. بتمنى انكم استفدتوا منها. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة أو سلامة. السلام عليكم.